منظمة الصحة العالمية أصدرت قرار حذرت بيه من إهمال صحة الفم والأسنان، والحقيقة قالت إنه نصف سكان العالم بيعانوا بمشاكل خاصة بالأسنان واللثة والفم بشكل عام. ده أكيد ليه عوامل كتيرة جدا جدا، سبب التدخين، تناول كميات كبيرة من السكريات، كمان الإهمال بعدم التنظيف المستمر، ففي كده سلوكيات خاطئة بنعملها، ما بنشربش مثلا لبن، ما بنشربش حاجات معينة بتزود الكالسيوم، فده كله بيؤدي إلى أمراض وممكن تؤدي إلى خطورة رهيبة. وعايزة أقول لكم إنه ما حدش يقول انه المرض اللثه والسنان بيقتصر على الفك فقط، لا، ده بيدخل بقى في الودان وبيعمل صداع وممكن يؤثر على صحه الجسد بشكل عام. طيب احنا برضو عاملين مداخله مع الدكتوره نانسي محمود استشاري جراحه الفم والاسنان. دكتوره نانسي محمود صباح الخير. صباح الفل يا داليا، وصباح الخير على الدي ام سي وعلى برنامج 8 الصبح. يوم سعيد وجميل علينا كلنا يا رب. صباح الفل على حضرتك. في البداية، هل حضرتك يعني متوافقة مع فكرة انه نص سكان العالم بيعانوا من، طبعا بخبرة حضرتك والدراسات اللي بتعمليها بشكل مختلف وبتقريها، نص سكان العالم فعلا بيعانوا من امراض اللثة والاسنان واي حد من الامراض؟ طبعا 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 يا داليا، وخصوصا مع انتشار فكرة التدخين. التدخين انتشر بطريقة رهيبة في وسط السن الصغير جدا، والتين ايج اللي هم الولاد اللي من اول 14 و15 سنة انت بتلاقي كله بيدخن. فانتشار التدخين اثر اكتر واكتر واكتر. سيبك انت العادات السلبية بتاعتنا اللي هي عدم الاهتمام بصحة الفم، وما نروحش على الدكتور الا لما يكون في حاجة بتوجعنا، ما فيش عندنا الريجولار تشيك اب او ثقافة الفحص باستمرار. حطي عليها بقى انتشار التدخين وظاهرة التدخين، فطبعا واضح جدا المشاكل اللي بتحصل في الصحة العامة بسبب الأسنان. والناس غفلانة. عايزين نعرف روشتة كده سريعة، نغسل سناننا كم مرة؟ هل ساعات نسمع انه اغسل مرة الصبح ومرة قبل ما انام، وفي ناس تقول لا قبل كل وجبة وبعد كل وجبة، وفي ناس بتقول نستخدم اللي هو الخيط الابيض الخيط الطبي ده، هل هو مفيد ولا مش مفيد؟ اروح للدكتور كل قد ايه؟ بصي يا داليا، احنا لازم نحط عندنا الثقافه بتاعت الريجولار تشيك اب، زياره طبيب الاسنان باستمرار. انا بروح افحص جسمي كله بما فيهم دكتور الاسنان، اروح اعمل عنده التشيك اب ده بصفه عامه بقى، علشان مثلا لو في مشكله الحقها من اولها، مش لازم استنى لحد الاخر وابتدي الحقها فالمشكله بتكون تضاعفت. دي حاجه. رقم اتنين، بالنسبه لغسيل الاسنان، هو المفروض ان هو غسيل الاسنان بعد كل وجبه. طيب نفترض ان الولاد في المدرسه هم هيمشوا بفرشه ومعجون في ايديهم في 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 في, في شنطه المدرسه، ده مستحيل. احنا في شغلنا الصبح هنقدر نمشي بفرشه؟ لا طبعا مش بيحصل. فممكن نعوض الكلام ده بحاجه ثانيه، اللي هو مثلا انا ولادي الصغيرين وهم رايحين المدرسه اديهم حاجه فيها فايبرز، اديهم تفاحه، اديهم خياره، الحاجات دي واحنا بناكلها فيها الياف، فبتنزل او بتمنع تراكم الاكل على الاسنان. ده مبدئيا. طيب غسيل السنان امتى المفروض يكون؟ بعد الاكل، يعني بعد الاكل انا هاكل اقوم داخله على الحمام على طول اغسل. بعد كل حاجه باكلها ولا ليها عدد معين برضو عشان ما يحصلش التهاب؟ بعد كل حاجه باكلها الوجبات، لكن مثلا مش واكله تفاحه فهقوم اغسل سناني بعدها. لا ما بيحصلش الكلام. طب هل المشاكل اللي بتحصل في السنان واللثه والجزء اللي هو بتاع الفم، هل ممكن يكون سبب في امراض اخرى مثلا زي القلب؟ طبعا. هل ممكن طبعاً. المناعه؟ طبعا هقول لك على حاجه، هو ربنا خالق جسم الانسان ده كله متواصل مع بعضه، يعني مش الجهاز الهضمي بيشتغل لوحده بعيد عن الجهاز التنفسي بعيد عن القلب، فما بالك بقى الاسنان هي البوابه الرئيسيه لكل الكلام ده. الفم هو البوابه الرئيسيه اللي بتنفذ بعد كده على على الجهاز التنفسي، بتنفذ على الجهاز الهضمي، بتنفذ على القلب، لان احنا عندنا في الدورة الدموية والدم اللي بيمشي بيكون متواصل مع الحاجات دي كلها. ده ممكن حاجة في الصداع الدماغ نبقاش عارفين انه السبب اصلا ضرس مثلا. طب انا عايزة اقول لك برضو على حاجة تانية، ما كانش اللي رايح يعمل عملية رمض
من الحاجات الأساسية اللي هو بيروح يشوفها قبل ما يدخل غرفة العمليات، إن هو يروح يجيب تقرير طبي، وبيزور طبعا بيعمل بيجيب تقرير طبي من دكاترة كتير، القلب وي وي وي، ومنهم طبيب الأسنان. لازم يزور طبيب الأسنان، ولازم نكتب له إن هو لا يوجد. طب إيه علاقة الرمد بالأسنان يا دكتور؟ يا حبيبتي، ما إحنا بقى لو الفم فيه بقرة صديدية، البقرة الصديدية دي يعني إيه؟ يعني تراكم جلد، تراكم بكتيريا، ضرس تحتيه خراج، الحاجات دي كلها زي ما احنا قلنا ان الجسم اجهزه الجسم كلها بتكون متوسطه من خلال الدوره الدمويه. فلو في مشكله، المشكله دي هتوصل بتسمع لحد، في كله لحد بقى. المخ توصل لحد القلب. أيوة مش في قنوات العصب بتاعه الضرس دي متوصله، ده سيئه ومؤلمه جدا. انا مجرباها يا دكتور، وحضرتك قلتي جمله ذهبيه الحقيقه بالنسبه لي، انه كل اي حاجه بتحصل في الجسم بتكونكتد بتسمع في كل الجسم، بتسمع يعني في كل مبقاش عارفه السبب. الجسم شغال زي الكمبيوتر، حاجه هتضرب هتلاقي كله ضرب. نقص المناعه، يعني لما يعني انا احنا طبعا عشان يعني احنا عايزين ناخد نصايح اكتر من حضرتك، عشان كده حضرتك تنورينا في فقره في 8 الصبح، نقول برضو ازاي برضو نعلم اطفالنا بقى من الصغر ازاي يحافظوا على اسنانهم وينظفوها اول باول، ولو حد عنده مشاكل يعمل ايه. بشكر حضرتك الدكتوره نانسي محمود، استشاري جراحه الفم والاسنان. فعلا يا جماعه اللي بيحصل لو انت عندك مشكله في صباع ايدك كونكتد بكل جسمك، محدش يقول يا اصل ده مش هيأثر. رب يا سبحان الله، ربنا خلق الجسم كله مرتبط ببعضه، فصحه الاسنان مهمه قوي قوي قوي، فلازم تخلي بالكم منها.